النهارده هنتكلم عن اللين كونستراكشن، وده هو جديد على الكونستراكشن بشكل عام، بس طبعا مش جديد السنه دي، يعني من التسعينات جديد علينا. الكونستراكشن ده طبعا هي بتاعتنا، هي مهمه لينا لاننا شغالين فيها، بس هي فعلا صناعه مهمه. كونستراكشن اندستري من اهم الصناعات. اكيد. ليه طيب؟ كفايه راس المال اللي موجود بيصرف فيها. يعني اهم الصناعات عشان هي اكبر راس مال. الله. طيب في اسباب تانيين؟ اعتقد ان هي بتمس يعني كل جوانب الحياه، البلد زي اللي احنا فيها دي في مرحله ما هي قائمه على الكونستراكشن. نوت تو منشن مثلا بالتوازي على الانرجي اندستري. ماشي. بس هو من ناحيه راس المال لا، صناعه الاويل اند جاز يمكن فيها راس مال اكبر. في صناعات ثانيه ممكن تنافس كمان بقوه لو بنتكلم بس في راس المال. بس انا متهيألي هي بتمس يعني كميه الناس اللي شغاله فيها مش طبيعيه. طيب يبقى بالاضافه لراس المال ان كميه الناس اللي شغاله فيها مش طبيعيه اكيد، او ما اقصد بها كثيره طبعا. هي فعليا كميه الناس بتمثل في المان باور اكثر من 60% في اي دوله. اشتغلوا في الكونستراكشن اندستري. بس هو ببساطه خالص احنا مأكل ملبس ومسكن. هو ثالث حاجه معانا مهمه. الشكل ايه بقى بتاع الملبس المسكن ده؟ هي دي الصناعه بتاعتنا اللي احنا بنطور فيها او بنشتغل عليها. طب هي محتاجه تطوير؟ اكيد طبعا. ليه؟ زي كل حاجه زي اي حاجه زي اي لما بتكبر تحدياتها بتزيد، فلازم نواجه التحديات دي بسوليوشنز او اوبتوبوس. تمام. انا شايف بصراحه هي اقرب حاجه بتيجي في دماغي دايما موضوع البيم. في مشاريع يعني ما كانش ينفع تعتمد بيم. نعم. غير كده فبنهرج. ف انا بصراحه دي اول حاجه بتيجي في دماغي. جميل. هو في فرق بين البيم واللين طبعا. لا انا بقول بس هو لا كمل كمل تحديات. انا رساله الماجستير بتاعتي هي علاقه البيم باللين. يعني انا واخد ماجستير من ادنبرا بس ديستانس ليرنينج، يعني كان رساله هي علاقه اللين مع البيم. ومفيش ناس تطرقوا كتير فيها، يعني اكثر ابحاث كانت موجوده في اسرائيل. الليدر في موضوع علاقه البيم صراحة حلو قوي. هو ليه الكونستراكشن اندستري بالذات لو احنا محتاجه تطوير؟ لان فيها هالك رزق هالك. لو قلنا سنه 64 وده هنا موجود دلوقتي 1964 في علاقه قاس لو قلنا 100% كانت الصناعات كلها، بس مش زراعة، هو مسميها النون فارم والكونستراكشن. لو وصلنا لحد سنة 2000 تقريبا اللي هي سنة 64 النون فارم كان 200% كتطوير، كونستراكشن اندستري تقريبا 90%. فرق الحجم الرهيب. هنا هالك. صناعه الكونستراكشن اكثر صناعه فيها هالك. فعليا. واقل بروفيت في كل صناعه. مع ان فيها فعليا اكبر حجم، اكبر راس مال بالضخ فيها بشكل او باخر. لكن العائد منه اقل من المانيفاكتشر او التليكوميونيكيشن، العائد من الموبايلات والكلام ده رهيب. الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام. يعني ليها صناعات السيارات. العائد ده قوي. احنا اكبر مكسب في صناعتنا كام؟ مليون دولار ولا اكبر؟ متوسط 20%. 20% ده اكبر مكسب. على عكس ممكن يوصل ل 5%. مش ليجيتيف. لا ده مش ليجيتيف. صح؟
ف ده تحدي كبير في حد ذاته. ايه حكايه اللين بقى ببساطه؟ دخلنا ليه اللين؟ اللين برضه منشاه ما هوش الاستراكشر المصري. منشاه من الفانكشن. صناعه السيارات بالذات. تويوتا. تويوتا. في التسعينات 1900 في التسعينات في القرن ال 19 فورد عمل ثوره انقلاب في عالم التصنيع. كان زمان بدأوا يشغلوا السيارة ويجهزوها 20 عامل 30 عامل يبدأوا السيارة يعملوا إذا كان عامل كويتش إذا كان عامل الشاسيه إذا كان عامل ويركبوا واحدة ورا التانية. هو طلع بفكرة قوية جدا وعمل خطوط إنتاج وتجميع بس اعتمد على حاجة اسمها الماس برودكشن. ضخ كمية برودكشن رهيبة السعر يقل فالناس تشتري بغض النظر عن اي حاجه. يعني هو اعتمد ببساطه على ان السعر يرخص بشكل كبير فعلا اتحققت معاه والعربيات ازدادت وانتشرت. هنا بلا ما فيش بس ده في فترتها. انت لو جيت تعمل ماس برودكشن النهارده والسوق ما تقبلوش اتخضر. عكس الموضوع تيوتا شافت السوق عايز ايه وبدأت تشتغل على الفاليو اللي محتاجاها وعملت اللين ثينكينج اللي هو بيركز على الفاليو وازاي يوصله ويشيل اي وسط موجود معاه. ده ببساطه اللي احنا هنتكلم فيه. فخلينا ندخل واحده واحده. اللين كونستراكشن احنا يعني حطينا اسمه هنا نيو واي اوف كونستراكشن مانجمنت. احنا عندنا مانجمنت كتير وعندنا بي ام بي. انا واخد بي ام بي بس دي طريقه مش هنقول تراديشنال لانها برضه طريقه مانجمنت كويسه. تراديشنال حاجه تانية. هو هل ثبت فعلا ان اللين احنا هنا اللين كونستراكشن له اتشيفمنتس حقق نجاحات؟ حقق حتى لو في ناس مش معاه. وهنقول ان هو مش معاه ليه؟ ومش معاه لانه بيعتبروه هو بتاع انتاج فقط برودكشن زي مانيفاكتشر. لكن احنا دايما مشكله الكونستراكشن اندستري انها بروجكتس دايما. في فرق بين البرودكت والبروجكتس زي ما انتم عارفين. فهو حقق انجاز حقق انجاز. علل الفاليو فعلا للكاستمرز لو طبق بشكل مظبوط. عمل ربح اعلى من المقاول وده مطلوب او لكل الاطراف. والمالك كمان ما هو حقق فاليو. حقق فاليو للمالك وحقق بروفيت ليك وقلل الوقت وقلل الكوست والكواليتي بقت افضل. ده بشكل عام لمعظم المشاريع اللي جربوها عليها. طيب بلغه الارقام بقى حققها بقيمه ماديه مثلا يعني عملوا خمس مشاريع النتائج بتاعتها كان الكونستراكشن تايم نزل ب 20% الريديوست كونستراكشن كوست ب 10% لما البيئه بتاعت التشغيل بقت الموظفين والعمال بقوا بينتجوا اكتر فبالتالي حققوا عائد عالي ليهم تقريبا الكواليتي بقت اعلى ما يمكن فحققوا زيرو. ده بشكل عام. اشغال بدات تطبق الموضوع ده واظن تعرفوا انها الخمس مشاريع الجديده اللي نزلوا من شهر يناير نازلين في الكونتراكتس مطلوب لين كونستراكشن ومطلوب توظيف حد في اللين لانهم جربوها على ثلاث مشاريع تقريبا اربع مشاريع وحققوا نتائج هم عايزينها. طبعا هي دي القوه في مدلين يطبق. ايه اللي خلى فاليو انجينيرنج ما يطبقش؟ ان الحكومه او صاحب القرار ما طبقوش ما عملش قوانين الزاميه للموضوع. يعني ايه خمس اشخاص يعني ايه شخص شغال باللين؟ هو عايز هم فعليا ما فيش شهادات عالميه للين. ما فيش مع ان في لين كونستراكشن انستتيوت لكن الجمعيه الامريكيه للمقاولين عملت شهاده للين
خاصه بيها في التعليم. اه نعم اه حسبك بتطلب شيء. فهو كده يعني ما فيش شهاده زي البي ام بي. اه بس ممكن بشهاده خبره مثلا هو اشتغل شهاده خبره فيها وهم عايزين كده. تمام. طبعا هو مش متحقق بسهوله. أه. ان مفيش حد في قطر اشتغل في الليد بشكل قديم ميت، ولان لوسيل بدات واشغال بدات من سنه تقريبا بدا يطبقوها كبايلوت ستادي. ومع العلم لوسيل طبقتها بمشروعين، واحد نجح واحد لا، لانها بتعتمد على الناس مقتنعه بالموضوع ولا لا. لو ما اعتمد لو ما اقتنعتش بالموضوع مش مقتنعه ولا بتعرف او ما بتعرفش. لا بتعرف هتتعلم طبعا. طيب احس بقى في حته تتعلم ليه، عايزين في الاخر نقول الابروتش انت. اه انا استاذنك انا بس هو اهم حاجه تبقى عارف قيمه الموضوع عشان تقتنع بيه عشان تبتدي تتعامل معاه. يبقى في شغف يعني في حاجه مثلا زي البيم مثلا ما كنتش اعرفه من فتره فابتديت اعرفه طبقناه عندنا في المشروع وكنت انا عملت برضه بحث فيه فلقيت فعلا الكالتشر هي نفسها لو الناس ابتدت تعرف قيمه الحاجه ديت هتبتدي عايز تتعامل معاها. فيمكن حاجه زي ديت احنا اول مره نسمعها. الارقام الريدكشن في زيرو ايرور السيفنج ده كله ده اتراكتف لاي حد. مظبوط. بس هي الفكره ان انت تلاقي ناس بتعرف تعمل الكلام ده. لذلك بسأل المدخل اللي عندها قابلية انها تطبق الكلام ده، لو عندها قابلية أكيد في ميثودولوجي. اه ده اللي بتكلم عنه. احنا هندخل على اللين ازاي وايه وايه خطواته وايه التولز اللي بنحققها. اللين مش مانجمنت فيه تولز بتهيألي، لا له تولز خاصة بيه، له أكثر من 20 30 تولز. بس أشغال مركزة على اثنين تولز هندخل فيهم. خلينا الوقت بس نكمل واحده واحده كده المثال اللي انا مجهزه ان نقولهم عشان نشوف هنعمل ايه. تمام. احنا النهارده هنتكلم في السبع حاجات دول ناخد فكره عن الكونستراكشن اندستري بتاعنا المشاكل يعني كل احنا بنعمل اوفر فيو على المواضيع لانها سيميلار الاخر خالص ساعتين حتى مع بعض ما يكفيش بس بنتناقش ونشوف هنعمل ايه بعد كده. اللي الكونستراكشن بيعرفوه ازاي؟ في بعض انا حبيت اجيب اللي الكونستراكشن ميثود دي لانها في ناس كتير جدا بتميل للتراديشنال او اللي اتعلمته فعلشان ما تحققش اي تطور تحط نوع من الوهم جواها ان ده مش ليا، ان ده عايز مشاريع كتيره، بس ان ده مش شويه وهم كده هنتكلم فيهم. ده صراحه كان سلايدز واحد عاملها صراحه على النت جبتها وقلت ندخلها عشان نبدا نشوف الاوهام ممكن تيجي منين. تمام. وهنتكلم عن الكونستراكشن هيستوري زي ما بيحاولوا يقولوا الامريكان والانجليز ان هم بداوا هم فعليا هم ما بداوش هم حاولوا يعملوا اللي بداوا فعلا ده اقتناع شخصي ولان هي دي الحقيقه اللين سينكينج نفسه تيوتا. لكن هناخد برضه السلايدز بتاعها عشان نبقى عارفينها احنا بنتكلم فيها. هنعدد برضه البنفيتس من اللين كونستراكشن وهن في تشارتس كده عملوها برضو الناس المقتنعه هيزيد ولا مش هيزيد. وبعدين هني ايه هو الدين ببساطه وايه التولز بتاعته ده النهارده ان شاء الله. شوف الكونستراكشن اندستري اكتر ميزه او عيب او تميز الكونستراكشن اندستري هي الفرجمنتيشن ان في ستيك هولدرز كتير وكل واحد له اجندته الخاصه. وفي الاخر خالص كل دول ممكن ما هوش بقى الاند يوزر. بيعملوا واحد تاني خالص هو مش موجود في الساحه اصلا.
حتى لو كان الاونر موجود هو بيعملوا له اجاره من المالك اللي هي المستاجر مش موجود ولا عارفين هو عايز ايه. وده ده عيبها عيوب الكونستراكشن اندستري بتاعتنا ان الفرجمنتيشن رهيبه والاند يوزر مش متحدد بشكل محدد في الاول. لكن خلينا نشوف عندك الاونر عندك موجود عندك المصمم المهندس المعماري والمهندس الانشائي عندك البائعين او السبلايرز برضه لهم اجندتهم الخاصه السب كونتراكتورز المتخصصين المين كونتراكتورز اللي عندك. الفراجمنتيشن ده بيعمل اكتر خطص كتير نزاعات. وجود الفراجمنتيشن ده يخلي المشروع فعلا يطول والكوست تزيد على ال على المقاول يقلل البروفيت. فكاتبينها كده هي اكبر صناعه فيها ويستفورد بطريقه تنفيذها ما فيهاش جود فاليو بشكل عام. في الاول والاخر انت بتعمل مشروع وعايز بشكل معين توريه للمالك اثناء التنفيذ وتطور المشروع ممكن الفاليو الفاليو دايما غير الفاليو غير الريتيرن اوف انفستمنت. مثلا في فاليو في فاليو انت عايز ده ليه؟ يعني الفاليو في الفاليو انجينيرنج بيساوي الاوبجيكتيف او الهدف بتاعك على الكوست. فانا دايما بنتكلم على القيمه مش على تكلفتها ايه او ثمنها ايه. يعني ممكن تعمل حاجه فيها فاليو عالي جدا ورخيصه والعكس صحيح. الـ customers بتاعهم يعني their general perception that it does not deliver good value for its customers. دايما المالك في الاخر مش راضي. وده حقيقة. صح. هي طبعا ما هياش production. هي قلنا هي بروجكت. البروجكت دايما غير البرودكت. البروجكت بتقدر تكرره. البروجكت بيبقى منطقي. للبداية وللنهاية. الكونتراكتنج نفسه. دايما لما بتيجي تشتري اعلان تشتري عربية تشتري اي حاجة انت شايف حاسس بيها. لكن لما تيجي تشتري بيت انت لسه ما عملتوش عمر احساسك ما هيحصل بيها. حتى احنا كمهندسين البيم طبعا حل دي مشكله بشكل قوي او بنسبه عاليه جدا. انت مش حاسس بالمبنى حتى لو شايفه على الرسومات. انت ما بتشوف منظور غير ما بتشوف حتى لو كنت شايف مهندس شاطر شايف المخططات من احساسك بالمنتج تفهم لو شايف منظور. وبالتالي لو شفته بيم بيفرق تماما. لكن في الاخر خلاص برضه التكلفه هل مني وافق عليها؟ طبعا التعادل ان كل واحد له اجندته الخاصه زي ما متفقين. فهيبقى في دايما انا بنتناحر معاك انت بتناحر معايا حتى الاونر هو افتكر خلاص ادالك ده بكسعر كذا هو عايز اي حاجه يشوفها يحلم بيها وهكذا. وبالتالي طبعا بتؤدي لنزاعات. هذا من بساطة مشاكل الكونستراكشن اندستري. التعريفات بقى اللين كونستراكشن وهيركز على حاجتين مهمين قوي لو قلنا ببساطة الفاليو والويست. في كذا هيئة بتعرف اللين كونستراكشن بس هو فلسفه فعليا وبيستخدم تولز وتكنيك